ماهيش ابتسامة. بون مصدوم مصدوم باش نقول لك ما تصدمتش تصدمت. شوف روحك انت يعيطوا لك بريغاد دو ريشيرش وما يسيبوا عندك والو بعد يقول لك الله غالب نخدموا خدمتنا. انا هذا الله غالب نخدموا خدمتنا بقات لي في راسي ما كاش مشكل راك معايا. بعد يجيبوك على اساس انك ابتزيت رجال اعمال وشخصيات وتبييض اموال. ما كان قعدت هذا زمان مضوني والله العلي العظيم قلت بالك الكاميرا كاشي ساعه نقول يا محمد شد قدرك شويه دي باسيت لي ليميت فينالمون سيتي ان فيريتي خو. جات عند وكيل الجمهوريه قاضي التحقيق ويقول لك نحطك الايداع على الايداع ما فهمتوش معلم خاش كي ابتزاز دي تانيك جديده عليا انا. قال لي ابتزاز والله يبارك مش هذه ابتزاز بصح خاش انا نسقسي. قال لي شونطاج تاني الضحك قلت له لا. قال لي ويهضر معاك يقول لك عندنا ادله يا خويا جيب لي هاد الناس اللي عطاوني دراهم ياك هكذا جيب لي هاد السيد اللي عطاني دراهم ولا يعطيني دليل يعطيني دليل على الاقل قنعني ما كاش. المهم نخرج من الدرجه نخرج نضحك نضحك قدو العالمي عنده قصيده في المكنسيه يقول حزني فمي ضحك للناس وحزني مكمي. حزني فمي ضحك للناس وحزني مكمي. الباجي الله يرحمه قال لك جيت نضحك وما قدرت وشكيت في احساسي ماتوا. جيت نبكي وما عرفت وشكيت في دموعي. جيت نبكي وما عرفت وشكيت في دموعي خلاصوا. جيت نبكي نضحك وما عرفت وشكيت في قلبي مات احساسه. لانه الدموع او احساس والضحك او احساس اذا ما تولك هذا ما راكش بنادم. خاطر ما يخلعنيش واحد اللي يبكي يخلعني ما يبكيش راك معايا. ومن بعد انت تجي خارج من دار الشرع تقابلك 40 كاميرا واخراج نتحدى اي انسان مخرج يقول لي ما فيهاش اخراج. نتحدى اخراج شو المباينه بالدروج تسمع دورو منا موش يبان يرى لونتيك نورمال شو سي كالكولي. هذا ماشي تشهير هذا